اكيد وانت طفل صغير كنت بتتفرج على بكار، واكيد لحد دلوقتي لما بتفتكره بتفتكر معاه ايام طفولتك وتجمعك انت واهلك قدام التلفزيون في شهر رمضان. بس عمرك سألت نفسك ازاي بدأت شخصية بكار؟ علشان كده خليني بقى اقول لك اصل وفصل اول شخصية كرتون في مصر. طفل نوبي بسيط عايش في قرية نوبية وبيحب الطبيعة والرسم، وبتجمعه صداقة مع معزة اسمها رشيدة. عشنا معاه ذكريات كتير ومغامرات اكتر ضد مشرف الشرير ورجالته. الفكرة بدأت سنة 1997 بطلب من سهير الأتريبي رئيس التلفزيون المصري وقتها، اللي كانت عايزة تنتج فيلم عن طفل من جنوب مصر مدته 5 دقايق، وده لأن عام 1997 اتسمى بعام طفل الجنوب. المخرجة منى أبو النصر طلبت من السيناريست عمرو سمير عاطف يكتب لها فيلم يعرضوا فيه الآثار والمعابد المصرية ويكون بطله طفل من الجنوب. عمرو سمير عاطف ابتكر شخصية بكار الخيالية وكتب فيلم بيعرض فيه يوم من حياة بكار. وبعد نجاح الفيلم سهير الأتريبي طلبت انه يتحول لمسلسل كل يوم مغامرة جديدة وموضوع جديد. وتعرض المسلسل لأول مرة في التلفزيون سنة 1998 وقدر يحقق نجاح كبير جدا. وبالصدفة شخصية بكار الخيالية بقى واحد من العيلة وبقى قدوة لجيل التمانينات والتسعينات. مسلسل بكار شارك فيه فنانين كتير جدا زي محمد درويش وعمرو مصطفى ومحمد محمود، واللي قاموا بدور بكار في مواسم مختلفة، والفنان عادل خلف اللي قام بشخصية مشرط الشرير والخال سيدو، والفنانة سهير البدراوي اللي قامت بدور أم بكار والجدة الخيط، وكمان المعزة رشيدة وحبيبة وحسون. وشخصية بكار رسمتها الفنانة نيفين الجبلاوي، والأغنية كانت بصوت ابن النوبة الكينج محمد منير، واللي ساهم في نجاح المسلسل بشكل كبير جدا. وفي سبتمبر سنة 2003 ماتت المخرجة منى أبو النصر بعد ما أخرجت 5 مواسم من المسلسل، لكن بكار ما وقفش وكمل معاه وأخرجه من بعدها ابنها شريف جمال لحد سنة 2007، وده كان آخر موسم لبكار بعد 9 سنين من الذكريات. وفي سنة 2015 رجع لنا بكار من جديد بشكل مختلف، لكن ما قدرش يحقق النجاح اللي حققه بكار اللي عرفناه زمان، اللي ساب في قلوبنا بصمة كبيرة بتفكرنا بأيام الطفولة واللي لسه ذكرياته عايشة معانا لحد دلوقتي. اكتب لنا في الكومنتات الحاجة اللي كنت بتحبها وانت صغير في كرتون بكار.